Eito Haro Hoye, Pokun and Dino Sadet, Melkushna, or Hasuni Hunda, Hati. We are on page 248, Safha Mitain with Mena Arbain. The intention of the Mass today is offered for Abuna Salim al-Muzah min Dair al-Ahmar on his 40th day. I know we are streaming the Mass today, and a lot of people of his spiritual group that he called it are able to connect with us today. So we include all of you who are over there around the world, in Lebanon and everywhere, as you join us to pray today for a great spiritual master, as I would call him, Abuna Salim al-Muzah, Allah yarhamu yubhikum. Ahli Dair al-Ahmar, min azikum. وللكنيسة الماروني من عزية لأنه هذا إنسان ساطع بين نجوم الكنيسة المارونية وبين الكهنة بصلواته بتقواه بروحانيته. فما فينا إلا من عزي بعضنا بموت أبونا صليبة الله يرحمه ويعطينا من أمته. معنا اليوم يوسف لحود. أهلا وسهلا مسلم. وفي معنى أبونا عمانوئيل رحمي كمان ابن دير الأحمر. أهلا وسهلا أبونا نويسة بالحلمي. أبونا عم يخدم بلورنس بمارونتانيوس. أهلا وسهلا فيكم. برخمرايا المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. God, from true God, on this day, make us worthy to meditate on the miracle when you open the eyes of the blind man on the road to Jericho. In your compassion, open our eyes so that we may know you and follow you with the children of light. We praise and thank you, your Father and your Holy Spirit, forever. السلام للبيعة ولبنيها from the Father and the Son, one power, one authority, and one exalted God. To the good one be glory and honor on this blessed Sunday and all the days of our lives and forever. يا من ولدت من مريم البتول في الزمن أنت الأول والآخر المبتدا والمنتهى لقد شئت أن تفتح عيون العميان لتعلمنا أنك مبدع النور ومعطي وقد برهنت بآياتك أنك المسيح المنتظر الذي تكلم عنه أشعياء حينئذ
تتفتح عيون العميان ويطفر العرش كالأيل ويترنم لسان الأبكم. فيا رب يا من أنرت السبل تقبل شهادتنا واعترافنا إنك حقا ابن الله ومخلص العالم. نبتهل إليك على عطر البخور. أشرق بنور معرفتك في قلوبنا فرحنا بلقاء وجهك كما فرحت ابن طيمة على طريق أريحا. وانشر أنوارك المسكونة كلها فيشاهد الجميع وجهك ويفرح بك ويرفع المجد إليك وإلى الآب الذي أرسلك والروح منبع القداسة إلى الأبد. لكي يشد لك الأحياء والأموات برخم ربون ويمشدوا ألوهيتك ويشكروك أباك وروحك الحي والقدوس الآن وإلى الأبد. قد نشط حياته قد نشط بيوته
أناشدكم بوداعة المسيح وحلمه. أنا المتواضع بينكم عندما أكون حاضرا والجريء عليكم عندما أكون غائبا، وأرجو أن لا أجبر عند حضوري أن أكون جريئا. بالثقة التي لي بكم والتي أنوي أن أجرؤ بها على الذين يحسبون أننا نسلك كأناس جسديين، أجل إننا نحيا في الجسد ولكننا لا نحارب كأناس جسديين، لأن أسلحة جهادنا ليست جسدية بل هي قادرة بالله على هدم الحصون المنيعة. فإننا نهدم الأفكار الخاطئة وكل شموخ يرتفع ضد معرفة الله، ونأسر كل فكر لطاعة المسيح، ونحن مستعدون أن نعاقب كل عصيان متى كملت طاعتكم. إنكم تحكمون على المظاهر، إن كان أحد واثق بنفسه أنه للمسيح فليفكر في نفسه أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا، والتسبيح لله دائما.
السلام لجميعكم. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قولوا في السطور أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال مرقس البشير: بينما يسوع خارج من أريحا هو وتلاميذه وجمع غفير، كان برطيما أي ابن طيما وهو شحاذ أعمى جالس على جانب الطريق. فلما سمع أن يسوع الناصري بدأ يصرخ ويقول: يا يسوع يا ابن داود ارحمني. فانتهره أناس كثيرون ليسقط، إلا أنه كان يزداد صراخا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وقال: ادعوه. فدعوا الأعمى قائلين له: ثق وانهض، إنه يدعوك. فطرح الأعمى رداءه ووثب وجاء إلى يسوع، فقال له يسوع: ماذا تريد أن أصنع لك؟ قال له الأعمى: رابوني أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك خلصك. حقا والأمان لجميعكم. From the Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Mark, who proclaimed life to the world. Let us listen to the proclamation of life and salvation for our souls. The evangelist Mark writes, they came to Jericho. As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging. On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have pity on me. Many rebuked him, telling him to be silent. But he kept calling out all the more, son of David, have pity on me. Jesus stopped and said, call him. So they called the blind man, saying to him, take courage, get up. He is calling you. Immediately he threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus. Jesus said to him in reply, what do you want me to do for you? The blind man replied to him, Master, I want to see. Jesus told him, go your way, your faith has saved you. Immediately he received his sight and followed him on the way. This is the truth. Peace be with you. Thank you.
friends, relatives, parishioners of Our Lady of the Cedars. We come to the conclusion of the series of Sundays in Lent, where we learn of Jesus' love for suffering humanity and how he engaged people who are coming to him for healing, for forgiveness, for an improvement in their life, be it spiritual or physical. All these Sundays continue to give us a great example of, first of all, we must admit our failures. We must know our limitation, and knowing that, knowing our imperfection, knowing our problems, knowing our sinfulness and weakness, we have to come to the real and physician of the world, of all mental, physical, spiritual illnesses, and that is Jesus, and he will cure us. This one in particular is actually the final Sunday. It's sort of like putting the icing on the cake. It gives us a very powerful lesson and a powerful message through the example and through the life and through the way this blind man engaged with Jesus. Well, we know that Christ is the light of the world. He came, he is the truth, the way, and the life. And he said, I came to the world so that they may see light. أتيت لكي يرى العالم النور. من يتبعني لا يمشي في الظلام. Those who follow me will not walk in darkness but will see the light. We know that the coming of Jesus from heaven into the world enlightened us. Not only did God give us the light of the naked eye that we can see. مش بس ربنا عطانا نظر تنكشع نظر العين. عطانا البصيرة. He gave us the openness and the mind. He opened our mind so that we know and we can decipher and we can differentiate between what is good and what is bad. It's the enlightenment of the mind as well. Although this beggar of Jericho was a blind man, his world was all darkness, couldn't enjoy the beauty of nature, the colors, the beauty that God had created for us, but he had a deep enlightenment inside. He knew. He was very bright. He knew who Christ was. He was following where Christ is to be. And in this particular area, he positioned himself on the road to Jericho so that he will be able to encounter Jesus. That's not a man who is dumb. Even though he was blind, he was very smart. His mind was enlightened. He has a presence. If we go a little bit to the culture of those days and back historically, nowadays we live in an advanced world, a world of medicine, a world of research, of experience, and we have mostly all the people who are blind are employed. They're not beggars. Why do you think Bartima, Ibn Tima, شحاد أريحة ليش بتفتكروا أنه كان شحاد؟ The reason being, my friends, is that in those days they had not yet discovered the language and the codes for the blind people. It's really of recent. Now you go to any high rise, to any big hotels, to hospitals, and as you go into the elevators, you see those codes that are by the buttons. We can see them, we press
You know, the first floor, second, 13, 15, the blind person can feel it with his fingers or with her fingers. He didn't have that. He couldn't be employed. More so, I don't know what day, what time in history we trained dogs to guide blind people. When I first came to this country, I found it very fascinating, and I was a little ignorant of what was going on here. شفنا رجال أعمى واقف على حافة الطريق على الضوء على الإشارة وعنده قلب كبير قدامه. شوي ما شفنا إلا هالقلب مشي قدامه هذا أعمى ومعه عصاية وهالقلب مشي. يعني اليوم توصل الإنسان إنه يعمل كل الوسائل الحلوة وكل الوسائل المهمة حتى يرتاح وحتى يستفيد وحتى يكون مستقل. So this a poor man of Jericho was not independent. He was poor. He was a beggar. He didn't have a home. No one wanted to hire him. More so, he was even pushed by society. He's like treated like subhuman. If you don't see, if you don't have your faculties, if you don't have money, if you don't have a social status, if you don't have anything to call for, who's going to respect you? Unfortunately, this is our world, this is our society. But this was not so with Jesus. هون بيعطينا المسيح أمثلة كبيرة كتير متعددة واحد واثنين وثلاث نقاط بهالمثلة. The first point is Jesus is teaching all of us not to push anyone, not to abuse anyone, but to respect and love anyone. Remember, the disciples and all the crowd that was around Jesus was pushing this man. He's a beggar. He smells. He doesn't have any status whatsoever. He has no family to kind of take care of him and help him out. And he has no political status at all, no social status. So let's push him around. Jesus said, hey, stop. Bring him over. When Jesus heard the loud screaming, Jesus, son of David, have pity on me. Wow. This is to the delight of the heart of Jesus. When the Pharisees, when the scribes, when the elders, when the chief priests and the lawyer of the time were trying to destroy Jesus, they didn't respect him. So Jesus would welcome someone who would know who Jesus truly is. Jesus, son of David. Yeah. مين كان يعرفه؟ حتى ولو كانوا بيعرفوا انه هو من سلالة داوود، حتى ولو كانوا عارفينه انه هو المسيح المخلص، ما كانوا يعتبروه، لكانوا يقبلوا بتعاليمه. لما سمع الانسان الفقير يعني كل العالم عم تزججه عم تبعد عنه عم تشحته قالوا نبعته وراه حتى يعلم تلاميذه والعالم اللي حواليه انه هالانسان اذا كان فقير او اذا كان اعمى مش معناتها بدنا نزلته مش معناتها انه ما عنده فكر او ما عنده موهبه او ما بيسوى بدنا نحترمه ونحبه. Number two, the second point that I would like to bring about is that this man called Jesus Master. Have pity on me. When he talked to Jesus, I want to see, he told him. What do you want me to see? What do you want me to do for you? This also tells us that Jesus is asking everyone around in those days, and he's asking you and me today, what do you want me to do for you? I am here for you. مرات كتير نوقف ونسأل حالنا يا عمي ليش الله تركنا؟ عملتون شوي، الله ما ترك، نحن تركنا. نحن بعدنا عن الله، نحن بعدنا عن الكنيسة، نحن بعدنا عن وصاياه. If we are close to God, He will give us everything. Jesus is telling the blind man and telling you and me and all the generations that will come after us, what do you want me to do for you? ماذا تريد أن أصنع لك؟ الإنسان ما بده شيء إلا بس يرجع له نظره. أريد أن أبصر. That's all I want. I want to see. I want to be able to maneuver. I want to be able to be independent.
I want to be able to do something in my life. Go your way, your faith has saved you. Your faith, إيمانك خلصك. اذهب إلى بيتك. هل إيمان؟ يا ترى اليوم عندنا إيمان بالله؟ ايه طبعا كلنا بنقول ايه طبعا كلنا بنؤمن بالله. بس في درجات للإيمان بالله. في عالم بتؤمن بالله مثل ما شربي 100%. واللي بيقولوا الله والله موجود ونعرف شو الله بيعمل ومنسلم كل حياتنا لله، هذا الإيمان الحقيقي بالله 100%. ما أقول لكم إنه أنتم ما عندكم إيمان بالله، بسألكم إياه اليوم إنه شو مستوى قديش نسبة الإيمان بحياتكم؟ 10% بتؤمنوا بالله؟ 20؟ 30؟ 50؟ مش بس إنه نآمن، كل واحد بيقول لنا بنآمن، كيف بتعيشوا إيمانكم للمسيح اليوم؟ How do you live your faith in God? You trust in God, you believe in God, you have faith in God. But do you let God work in your life the way He is supposed to work in our life? This is a message that this blind man gives us. Faith. Determination. ثابت محله. يشحطوا العالم يضل واقف، عنك واقف هونيك، عارف انه بس بالمسيح بس احكي مع المسيح، بس المسيح يعرف اني انا هون، اكيد بده يشفيني. That's why the miracle took place. And that's why this man felt, I am here, I know what I want, and I want it now, and I want to act upon it. You know, the greatest problem for us human is procrastination. التأجيل. بكون عندنا مشروع، بكون عندنا صلاة، بدنا نعمل شيء، ما عندي وما عندنا وقت، بعمله بكرة. عندي فرق بدي اشتغله بعمله بكرة، عندي ناس بدي، عندي واجبات بدي اعملها، ما عندي وقت. تعترف أو تخلص نفسي، معي لل 70 لل 80 لل 90 تصير 100، بروح بعترف بعدين. اطلعي يا عمي، ما مش معنا وقت، وقت مش معنا. الوقت مش إلنا، إلنا اليوم ما إلناش بكرة. We don't have, we cannot control our lives. We cannot control our future. We don't have it. God gives it to us. A small little anecdote. I said it before, but it's worth saying also today because I'm going to lead to my last and final point about Jericho and about this poor man. Big Satan. الشيطان الكبير العظيم. Okay. He wanted to send three devils to the world to destroy the world. So he called one little devil. He told him, I want to send you there, and if you pass the test, I'll send you. What will you do? He told them, oh, I'll go to the world and I'll tell people, don't believe in God. Believe in me. He told them, don't worry about it. They believe in God. That's not going to work. The second devil comes around and he told him, what will you tell them? He said, I will tell them there is no God. That's an old story. They know there is a God. You're not going to pass. It won't work. The third devil comes and he told them, you know what? I will tell them, hey, eat and drink and enjoy yourself. Don't worry about anything. Don't worry about tomorrow. Just take your time. He said, you know what? You will kill them by the thousands. You will go. And he sent them. خبرية مضحكة شوي بس فيها من الحقيقة. This man of Jericho, الفقير المعطر الشحيح, لما عرف انه جاي المسيح دغري راح وحط حاله على طريق المسيح. لما عيطوا له قالوا له المسيح عم يدعيك عم يطلب تعال عنه. شو كان عنده هالانسان؟ لا عنده باب، لا عنده حرب، لا عنده ممتلكات، لا عنده حساب بالبنك، ما عنده الا هالكبوت المهتري المجوي اللي طالع ريحته يغطيه تيدفيه بالليل. هذا كل سلاحه، هذا كل كنزه. شو بيعمل؟ بيلقط هالكبوت وبيزته وبيوقف. يعني everything he had he threw away on the side
he jumped at that opportunity and he came to Jesus and he told him, Rabboni, Ya Muallim, Master. Jesus delighted in knowing that this poor man is knowledgeable and that he called him in front of everyone as such. He cured him. And this man didn't wait till tomorrow. He realized, and he gives us an example of what I need to do today, I've got to do it today, or else I lost my chance forever. Think about that, my friends. How many chances have you lost when you procrastinated a project or something that you wanted to do, and it was an opportunity for life that never came back? And finally, this man gives us a lesson of gratitude. من صلي ونعمل تسعة ويهيك ومنقول يا رب نعطينا اللي بدنا إياه وبيعطينا وبس يا ربنا يعطينا اللي بدنا إياه بعد يوم اثنين ثلاثة بننسى كأنه ماشي خلص مش الحال. منذكر الجميل ما منضل محافظين على صلواته. نضروري بس نصلي بتجينا كرسي أو بنبنى شيء من عند ربنا. That's not fair to God and to us. This man started by being a beggar, started by being sick. He thanked Jesus, and not only did he thank him, he followed him up the road. He became one of his followers. تحت يفرجي المسيح انه عم يتشكر بحياته متى مشي وصار من اتباع المسيح. رهن حياته للمسيح. ليش؟ لأنه المسيح رجع له نظره. أيها الأحباء، هالأعمى المعطر الفقير الشحاد يلي العالم كله عم تشحته، قديش في عنده من هبات حلوة، من صفات جميلة، من صفات مسيحية نحن اليوم نتعلم منها بعد 2000 سنة. بتأمل أيها الأحباء إنه ما ندفش بعضنا ونشحت بعضنا، وانت مش هون وانت مش خارج وانت ما بتسوى وانت بجوي وانت فقير وانت اعمى وانت عندك عاهة. اصحاب العاهات لسبب، ربنا بيحطهم بحياتنا حتى يعلمنا، حتى يشفينا، مثل ما علم تلاميذه انه هالانسان هذا بيعلمكم وبيعلمنا كلنا. مثل صالح، مثل محبة، مثل ايمان، مثل ثابت. والمثل المهم انه ما نتاخر بواجباتنا ان كان اتجاهنا او اتجاه الاخرين. تامل ايها الاحباء النهار اليوم اللي عم نصلي فيه لابونا صليبه، اللي كان من اجمل حياه الكهنه اللي بتكون موجوده بكاهن رعيه، هلا بنحكي شوي بالاخر عنه. اكيد وعظ عن هالانجيل مرات كثيره، واكيد عرف نوع الفقر بحياتنا المسيحية. خلي يكون عندنا شوية فقر، لأنه الفقر يعطينا شوية تواضع ومخافة الله. والله يقبل منكم، وإن شاء الله ما بتشوفوا لا ظلام بحياتكم، لا ظلام فكري ولا ظلام نظر العين، حتى يكون عندكم البصيرة بصيرة الفكر، والنظر بصيرة النظر، حتى تضلوا تشوفوا وتميزوا ما بين الخير والشر، وتتمتعوا بجمال الدنيا اللي ربنا أعطانا إياها بواسطة نظر العين إلى العالم كله.
صفحة 748. نؤمن بإله واحد. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجدد عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة لهم الحياة والملكوت. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا وكل تدبيره الخلاصي، من أجل نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آلم حتى اليوم، ولا سيما الطبابية والدة الله مريم ومار مارون ومار شربيل ومار رفع ومار نعم طلة وجميع القديسين. اذكر اللهم اباءنا واتوبنا احياء والاموات ابناء البيعة المقدسة، بخاصة من يقدم عنهم هذه الذبيحة، ابونا صليب القزح ورشاد البرقاشي. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم بهذا القرآن.
Saint Peter on page 774. صفحة 774 نافور مار بطرس هاماتوس. مرايا المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. والآب إله السلام وسيد الأمان هب لنا جميعا وأحلنا أنوار غباطنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلانا الشفيها فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. لك يا مصباح الله السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك. السلام لكم يا كهنة البيعة. السلام لكم يا أبناء البيعة. سلام المسيح معكم جميعا. Your blessings and assistance, for we are weak and you are the support and refuge of all. We raise glory to you, to your only Son and to your Holy Spirit, Baruch Morabun, now and forever. Amen. O Lord, may the light of your face shine upon us, deliver us from every evil and blot out all our transgressions, that we may raise glory and thanks to you, to your only Son and to your Holy Spirit, Baruch Mor, now and forever. Amen. Love of God, the Father, the grace of the only begotten Son, and the communion and indwelling of the Holy Spirit be with you, my brothers and sisters, forever. Oh.
الحي القدوس ويحل علينا وعلى
Patriarch of Antioch, Gregory, our bishop, and all who serve your church. We pray to you, O Lord. Favorably remember, O Lord, our parents, brothers, and sisters, and teachers, all the faithful departed here and everywhere who have gone to their rest. Forgive us and forgive them of all sins and offenses. Through our Lord God and Savior, Jesus Christ, who is without sin, we hope to find mercy and forgiveness for our sins and for theirs. بسم ربنا يسوع المسيح بروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. Oh,
87 صفحة 787 يا قربانا شهيا قرب عنا يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه يا حملا صار لنفسي حبرا مقربا لتكن يا رب تربطنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيه لك المجد إلى الأبد. God the Father, you strengthen and encourage us, for we are weak. We implore you to purify us from every sin and to accept the offering, so that in one spirit we may call upon you, praying, Our Father. Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. O Lord, lead us not into the trials of temptation, that we do not have the strength to overcome, but deliver us from every evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, with your only Son and your Holy Spirit, now and forever. Amen. As-salam li jami'aikum. Wa alaikum as-salam. Nuhusakum Thank you.
blessed to have enough clergy to give communion. Bishop Lahou will be on this side and he will give communion in the hand, those who wish to receive communion in the hand. Abuna Emmanuel will be on this aisle, also will give communion for those who wish to receive in the hand. So those who wish to receive communion in the mouth with the body and blood, you can come to me, I'll be on this side right here. Thank you. Please, it's wonderful to have almost a full church. Keep social distancing. I know we have a lot of relatives and families, you can be close, but those who are not of the same family, keep distancing. Thank you. God bless.
ايضا وايضا بك يا رب نعترف والتسبيح اليك نرفع لانك اطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر ارحمنا this gift that you have given us, though we are unworthy. Do not shame us because of our sins, but help and save us, that we may raise glory and thanks to you, to your only Son, and to your Holy Spirit, now and forever. Amen. Salam li jami'aykum. Ursud ayyuha al-Rabb Yasuwa yaminak, wa barik sha'abak, ahfadhum bi salibika, wa kun lahum sidran wa malja'an. كملهم بفيض بركاتك فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. Go in peace, beloved brothers and sisters, with the nourishment and blessings you have received from the forgiving altar of the Lord. May the blessing of the Most Holy Trinity accompany you. الآن والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد آمين. Get the camera down below because we are going to use the sanctuary. Thank you. We'll do the prayer of intercession. رح نقول صلاة شيء مقبول رح نفس أولا صليبا. نسمع كلام على الكتاب الله. رسول شبح المريوك الخدع يا I'm
الحديث يغني كنز الوادي يحدوها موج اليمني والكنز ينمي حتى الله تعالى يعامله برحمته. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك ليكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وزائرنا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأننا السلام عليك يا مريم يا مريم يا رب معك مباركة النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا ملكة الله صلي لأجلنا نحن الفقراء الآن وفي ساعة موتنا آمين. أيها الرب الإله الذي لا تحسب رحمك ولا يحد جودك نسألك أن تقبل ابتهالنا من أجل عبدك الخوري صليبة الذي انفصل عن هذا العالم معترفا باسمك القدوس. اغفر برأفتك خطاياه حتى يشاهد وجهك مع قدسيك إلى الأبد فيرفع إليك المجد والشكر وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. مجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الأبد. Occasion, I would like to thank the Farah family for providing us with the streaming, and Mike Hashar also had helped us with the technology today. Mike Weiner, maybe he's in the classroom. We did have the TV available just in case we have an overflow,
so we could have more people in the room, in the classroom. And Michelle Hajjar was able to provide us with that technology to move the mass indoor just in case the weather was not good. So طقس حلو اليوم والعالم كله عم تقدس معنا راح نفس المرحوم ابونا صليبا الازح وكمان نذكر معه رشاد البرغاشي. بدي اتشكر الجوهره وكميل اسعادي كميل دائما تجي بهالانامل العظيمه اللي عندك تساعدنا وبتساعد الجوهره الله يجركم. The choir, for all of you, we tip the hat and we thank you for your good work. God bless you. I do have in the bulletin the schedule for Palm Sunday, Holy Week, and Easter. So take a bulletin, you'll know that. And if you don't want to take the bulletin, you can check it on the website. روحوا على الويبسايت تبع الرعية موجودين الرسالة كلها والبولتن موجودة هونيك بتقروها هونيك. Also, we have the bishop's appeal. Those of you who have not yet sent it, please do so. We need to send to the bishop the money by Easter. We're sorry to announce the death of George Bethany and Cecilia Risha. They passed away this week. May they rest in peace. Please pray for them. Pray also for their families to accept their death. Friday Lent services, every Friday Lent we do have services. يا بنعمل ضرب الصليب يا اما بنعمل قداس وزياح الصليب. So this coming Friday we will be doing that, would be at 7 o'clock. I hope that we'll have a good crowd attending. The virtual workshop for Maronite spirituality next week, next Tuesday is the final one. Next Thursday, I'm sorry, it's March 25th. It's also the Feast of the Annunciation, Eid al-Bishara, Bisharat al-Azra bi-Habal bi-Yesuna. So all of these information you will find on the bulletin, and you could also find them in the on the website. I was given some notes to read about Abuna Saliba. I had met Abuna a couple of times. Abuna إجا لعنا وتعرفنا عليه وشفنا من حياته من تصرفاته من وقفته من صلواته هالمعاني الروحية يلي بتظهر بشخصيته. كاهن كأنه مش بس شيء كأنه عن جد قديس ماشي على الأرض بيناتنا. بقى عنا شوية ملخص عن حياته ولو بدنا ناخذ شوية وقت زيادة منكم راح أقراها بكاملها مش راح أخفي شيء لأنه حلو كثير. ومن هالأشياء اللي بنقال اليوم مطران سيادة مطران حنا رحمي قالن بوعظته عن أبونا يوم الدفن. لمحة عامة عن السير الشخصية لأبونا صليبا. وجه من وجوه الكنيسة الذي نعتز بها ونفتخر إنه وجه الخوري صليبا الأزح. ولد الخوري صليبا الأزح في دير الأحمر في 14 أيلول سنة 1946 يوم عيد الصليب. لهالسبب أهله سموه صليبا. ولد في بيت أصيل من والد رصين المرحوم طنوس الأزح وأمه كمان طاهرة واسمها مسيحية صدقة. ترعرع على حب الله والكنيسة متأثرا بشهادة عم والده المونسنيور بطرس الأزح الوكيل البطريركي في منطقة دير الأحمر الذي علمه لفترة 21 سنة. دخل إكليريكية غزير البطريركية المارونية وتابع ما بين سنة 1970 و 1976 دروسه الفلسفية واللاهوتية في جامعة الروح القدس الكاثوليك. سيما كاهن على مذابح أبرشية بعلبة دير الأحمر سنة 1983. تسلم مهاما رسولية وإدارة وتربية عديدة فكان في العام 1984 مديرا للمدارس المجانية التابعة للبطريركية المارونية في منطقة دير الأحمر. عرف بمحبته الشاملة التي لا تعرف التمييز ولا تنفك تدعو إلى الوحدة وتمييز في عضويته في لجنة المصالحة في الأبرشية. وعين ما يزيد على 10 سنوات كمندوب للأبرشية في لجنة رعوية العلاقات المسؤولية في كنيسة البقاع الشمالي. خدم رعايا عديدة
مدة 37 سنة راعي الدائرة الأحمر منذ سيامته الكهنوتية حتى يوم وفاته. خدم كمان راعية سيدة الزروع بشليفة سنة 1984 ومارنطانيوس بيت مطر، وراعية سيدة البشارة بيت بوصليبي. مزايا روحانية ورسالته: لقد تشرب روحانية الصليب منذ أن دعي صليبا، فكانت تظهر علامات القداسة والطهارة على محياه منذ صغره. تعلق قلبه بحب عظيم لمريم العذراء وبورديتها المقدسة، فنذر بتوليته للرب وهو في عمر 13 سنة، واعدا العذراء أن قلبه لن يكون إلا لها، كما له عبادة خاصة للقديس يوسف وكثير من القديسين والقديسات. يلخص الخوري صليبا بشارته بأمرين: تبشير غير المسيحيين بالعماد، وتبشير الخطأ بسر الاعتراف والتوبة. اتسم بموهبة الوعظ وبالمنادات بالحشمة المقدسة وأحياء السهرات الروحية والرياضات الروحية أيضا. لقد خصه الله بمواهب كثيرة، منها كشف الضمائر، السهر الدائم في الصلاة، الحضور الروحي على أبنائه الروحيين وغيرها. أما في فضائله فنذكر منها المحبة دون تمييز، غيرة على خلاص النفوس، التواضع، العيش في الخفاء، الجهاد الروحي، التجرد، التضامن، وعيش الإنجيل. أحب الأرض واشتغلها بنفسه طيل حياته بهدف طرد البطالة والكسل ومساعدة كل محتاج، فكان بذلك قدوة أمام الناس بمحبة الأرض وكسب العيش من عرق جبينه بالنزاهة والصبر والشرف والاستقامة. في السنة الأولى من كهنوته شباط 1984 سمع لإرادة الله منه في تأسيس فريق الثالوث الأقدس، وتعريفه لهذه الجماعة بحسب كلماته: الفريق الروحي ليس أخوية ولا جمعية ولا حركة رسولية، بل هو جماعة روحية في صميم الكنيسة المقدسة كاثوليك وأرثوذكس. قانونه الوحيد هو المحبة والعيش في حضن الكنيسة المقدسة والطاعة لها. وصل اليوم عدد أعضاء الفريق الروحي تقريبا إلى 7,000 عضو في أكثر من 20 دولة في أنحاء العالم. هذه وحدة بتشهد لروحانية أبونا صليبا. القواعد المحتضرة في الحياة المسيحية كما لخصها الأبونا صليبا: أولا الإيمان النابي، الرجاء الوطيد، المحبة الحارة النامية، العبادة المتجددة، البشارة النامية، الحشمة الكاملة في الداخل والخارج. ثانيا الاستمرار بحالة النعمة، في حال الوقوع بالخطيئة يجب التوبة فورا والإسراع للاعتراف عند الكاهن. ثالثا حضور القداس يوميا وتناول القربان المقدس باستحقاق. رابعا قراءة الكتاب المقدس يوميا أو بحسب كلماته نتناول الإنجيل. كثير حلوة العبارة. خامسا عبادة القربان المقدس، أقله سجود في الأسبوع أمام القربان المقدس، والإكثار من زيارات القربان المقدس خلال الأسبوع. سادسا وردية جراحات يسوع يوميا، الساعة الثالثة بعد الظهر وكل ليلة إذا ترتبت الأمور. يطلب منا أنه إذا العالم قدروا ما قدروا يصلوا، وعيوا ما قدروا من بكرة يعملوا شيء، بيقدروا يصلوا الفرض الساعة الثالثة بعد نص ليل. هذا أصلا. سابعا صلاة الوردية يوميا. ثامنا الصوم، أقله في يوم الأسبوع ويفضل أن يكون يوم الجمعة. تاسعا أعمال محبة وأعمال رحمة قدر المستطاع.
عاشرة قراءات كتاب الابتداء بالمسيح وقراءة عن حياة قديس إذا أمكن كل يوم. 11 التأمل بالسعادة الأبدية والاستعداد للرحيل إليها. قال عمرو المطران حن رحمي في عظته يوم الدفن: لقد أتم الخوري صليبا سعيه بأمانة خالصة وصرف حياته في الخدمة الكهنوتية ولم يفتش في الحياة عن مجد شخصي أو مناصب، بل كان متواضعا طيب القلب مضيفا كريما حنونا مستعدا دائما لأن يبذل نفسه عن أحبائه. فتجمهر حوله الكثير من الشبان والشباب باحثين في شخصه وشهادته ونهج حياته جذرية الإنجيل وصدق الروحانية، فمبروك لهم القيامة والحياة الأبدية. أفتكر حدا بيقدر يزيد على هالكلام الحلو يلي قال عن أبونا، إن شاء الله نفسه بالسماء. الصورة بس بتوحي لكم بتخليكم تعرفوا نفسيته وروحانيته، يتوق إلى العلا، يتوق إلى الحياة الأبدية مش إلى الحياة الدنيوية والأرضية. قال لي أبونا عمانوئيل إنه كمان هو كان تلميذه، بعرف كتير من شبيب الدائر الأحمر اللي هون التلمسوا عنه روحانيا. الله يخليكم، الله يكتركم. ما بدي أقول لكم تسمعوا كلمتي، اسمعوا كلمته، ما فينا إلا ما نسمع كلامه. الله يرحمه ويبقيكم إن شاء الله نفسه بالسماء. نتأمل إنه هالكلمة وصلت إلى العالم كله، إلى 7000 شخص وما أزود بقداسنا اليوم. اشتركنا نحن وياكم، إن شاء الله تكونوا صليتوا معنا لراحة نفسه، وإن شاء الله ربنا يباركنا بكهنة قديسين من دير الأحمر ومن الطائفة كلها ككل مثل أبونا صليبا. الله يرحمه ويبقيكم. If we can stand, please pray over the bread. هالشي هاي كان طلبنا، بعرف انه ما حكينا كثير عن ابونا، ما حكيناش عن رشاد البرقاشي حرام الله يرحمه، رح نذكر ابينا وسلم هلا. الراحه الدائمه اعطيه يا رب، فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. وعافنا انفسنا كفاك يا رب، وعافنا لنا ذنوبنا السلام عليك يا مريم. يا مبتدئ الرحمة، الرب معك، وبارك أنت في النساء، وبارك ثمرة في سيدنا يسوع المسيح. يا أنت السمانية، يا رب الله، صلي لأجلنا أنت الخطاة، الآن في الساعة الموت. مجد الآب والابن والروح القدس. Sent to us from your Father, you appeared to us from the womb of Mary and healed our affliction. Now shield the souls and bodies of your servants who share in this bread and enjoy this sweet against grief and sickness, the sadness of sin, the scourge of wrath, and all sinful deeds. Bless those who brought this bread to the church. In your loving kindness, make them worthy to be numbered among the sheep of your flock and to be your guests in the heavenly resting place. Bestow upon your servant, Abuna Salim, Rashad al-Burhashi, whose memory this bread is offered, the pardon of their faults and happiness in the company of your saints. Remember them, O Lord, at your heavenly altar. Praise be to you, Lord our God, now and forever. Amen. Amen.
O Lord, save your people and bless your inheritance. Feed them and carry them forever. Amen. راح نقدم الخبز راح ياخذوه برا وترجيكم ومشوه حتى ما ينهار هير. بعدين بالنسبة للكوفيد 19 كمان بتمنى انه تاكلوا الخبز برا وما تهربوا حتى برا ما يتهرب لانه خبز مصلى عليك. في كمان في سندويشات موريس وريفا سكر قدموهم تاخذوهم برا كمان راحت نفسه بما انه ما فينا نفتح الصالة ونعمل لقمة رحمة. تاكلوا انتم رحمة تاكلوا خبزي تاخذوا سندويشي ومايلز الليلي وكارت صغير عاملين صور كثير حلوين مثل هالصوره على مصغر تاخذوها معكم بركه من قداس ابونا صليبه الله يرحمه ويبيه.